امبارح كان في مؤتمر وزارة التخطيط مع وزارة الاتصالات، مضوا مع بعض بروتوكول. طبعا الوزيرة الدكتورة هالة السعيد مع الأستاذ عمرو طلعت مضوا مع بعض بروتوكول. بروتوكول ده لإيه تحديدا؟ بروتوكول ده لضبط الخدمات الحكومية الرقمية، أو الاسم الأدق لحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية. أنا ليه اهتميت جدا الحقيقة بالمؤتمر ده وشفته؟ يعني بشرة خير إن إحنا لما نقول عايزين نتغير فنحس إنه على الأرض هناك ما يحدث بالفعل يدعونا إلى التفاؤل بأنه هذا التغيير الذي نطمح إليه هو أمر بإذن الله يعني واقع هيحصل. الحوكمة، كلمة الحوكمة دي ببساطة شديدة، وأعتقد إنه الكلمة دي بقينا بنسمعها كتير آخر سنتين، ويمكن بدأنا كمان من خلال مؤتمرات الشباب. على فكرة كانوا الشباب اللي بيشتركوا في منتديات الشباب كتير بيعملوا ندوات وجلسات بيبقى العنوان فيها حوكمة الدولة، حوكمة مؤسسات الدولة. حوكمة يعني إيه؟ حوكمة يعني الرقابة، يعني إنك تخطط، يعني إنه مفيش حاجة ومفيش جهاز ومفيش جهة ومفيش حد يبقى خارج الرقابة، يبقى خارج المنظومة اللي تقدر تشوف كيف تسير الأمور. حوكمة الخدمات الحكومية بصفة عامة هو شيء مهم جدا، لكن كمان تحديدا الرقمية. ليه مهم؟ لأنه لو من سنتين تقريبا في الحدود دي بدأت الدولة المصرية تتحدث عن ما يعرف بالشمول المالي، واهتمينا بيه جدا المصطلح ده، وقلنا ان احنا ان شاء الله قريبا ستتوجه الدولة كلها ويعني تتميكن اغلب الخدمات، ونقدر انك توصل لمرحلة انك لما تشتري حاجة من الشارع من حد او كده، او تركب تاكسي حتى يمكن في يوم من الايام نقدر نحاسبه بالكريدت كارد، يعني نبدأ نميكن الامور كلها، نقلل الكاش. ده طبعا شرحنا احنا على مدار السنتين اللي فاتوا ايه اهميته، لكن الحقيقة انك لما تعمل ده، ما هو ده كمان السيستم ده محتاج هو كمان حوكمة، محتاج هو كمان مراقبة، محتاج هو كمان رقابة جيدة. وبالتالي احنا بدأنا بالبروتوكول ده بنسبق علشان لما نيجي نحط السيستم ده ونمشي عليه يبقى كل الأمور البنية التحتية للمنظومة دي هي موجودة. ودي حاجة مهمة، لأن احنا بصراحة كان عندنا في مصر يعني فترة طويلة جدا مشكلة ان احنا بنتفاجئ ان الحاجة بتحصل، يعني بنتفاجئ ان مثلا انا بدي مثال، نتفاجئ ان الشمول المالي بدا يتطبق فنجري ونشوف محتاجين له ايه ومحتاجين نظبط له بنيه تحتيه ايه. فلا، احنا هنا بنقول ان احنا بنسبق، ان احنا بنضع خطط، ان احنا عندنا فيجن، عندنا رؤيه. ودي طبعا في علوم الاداره شيء مهم جدا لنجاح اي منظومه، منظومه الحوكمه، حوكمه الخدمات الحكوميه الرقميه تحديدا اللي هي الديجيتال. اي حاجه هنشتغل عليها عن طريق الانترنت، هتدفع حاجاتك، مخالفاتك، هتجدد رخصة، هتعمل أي حاجة عن طريق الإنترنت، كل التعاملات على مدار فترة إن شاء الله زمنية واحدة واحدة كده هتكون عن طريق الخدمات الرقمية يعني الديجيتال. دي كمان بنشوف دلوقتي كيف نضع بروتوكول علشان يتم حوكمتها، نحط لها سيستم كده ونعرف نراقبها إزاي، وبالتالي الدولة تاخد حقها والمواطن ياخد حقه. وعلى فكرة مش بالضرورة إنه كلمة حوكمة دي أو كلمة مراقبة ورقابة تبقى معناها فساد ورشوة وحد يطلب منك خالص. ممكن يبقى مجرد إهمال إنه حضرتك قدمت ورقك على الإنترنت في موقع ما، في جيت تعمل تخلص مصلحة حكومية ليك على الموقع والحاجة اتعطلت بدون سبب، أو الطلب منك الطلب برتين، أو اسمك سقط من الليست مثلا من السيستم نفسه. ما دي كلها برضو أمور فنية غلط. وبالتالي فكرة بروتوكول، أولا احنا هنا بنقلل العنصر البشري واحتكاكه بالمواطن، واحنا عارفين بما ان احنا بقى بنصرح بعض بالحقيقة، عارفين ان احنا كان عندنا مشكلة على مدار سنوات طويلة جدا انه مقدم الخدمة في كتير من الأحوال كان عشان ينجز الخدمة اللي هي من حق المواطن كان لازم يشرب شاي أو بالياسمين يعني زي ما الزعيم عادل إمام مسميه، وبالتالي كان عندي هنا منبع فساد غير طبيعي. فالحوكمة هي ضامن لنا بإذن الله عند التطبيق الفعلي والحقيقي مع هذا البروتوكول إنه حتى الخدمات الرقمية كمان ستدخل ضمن منظومة رقابية مهمة جدا تتم الرقابة عليها من الدولة. طبعا الرقابة الإدارية كمان داخلة في هذا البروتوكول، لكن امبارح كان يعني إعلان التفاصيل من وزارتي التخطيط والاتصالات. إن شاء الله مستقبل أفضل، إن شاء الله مستقبل أجمل، إن شاء الله واحدة واحدة كل الصعاب اللي عندنا حتى بما فيها
الفصول اللي فيها تكدس، المنظر اللي كان بيضايقنا، والحاجات اللي لسه لغايه النهارده قاعدين بنبعتها لبعض. ان شاء الله واحده واحده كل ده هينتهي، لانه احنا ما كناش خارجين الحقيقه من بلد مستقره، احنا كنا يمكن شايفين صوره من بره جميله جدا، لكن تحت كان في مشاكل كتيره جدا. فالمشاكل دي لما طلعت على السطح بعد ثوره يناير حسستنا قد ايه احنا محتاجين شغل كتير جدا. اهم احداث الاسبوع